السلام عليكم الزلف اللون. تعرفوني ديما تنطلب منكم يكون في التعاريخ شعارنا الخالد الله الوطن المليك. اجي تفهموا علاش هاد الهجوم الشرس من طرف دولة مسعدة واتباعيه على الوزيرة ديال الطاقة. غنشوف دقة باش تفهموا علاش، واش الصورة حقيقية ولا لا، غادي نفهموها من بعد. وما سوقناش هي 36 واش حقيقية ولا لا، ولكن خاصك تفهموا علاش هاد الهجوم، لأن كثروا علينا ودخلوا معنا بزاف هادوك ولاد مسعدة، ولاد عائلة الرذيلة في القضية ديال الأعراض والفساد. ولكن حنا غنمشيو معاهم دقة دقة باش نفهموهم ويعرف كل واحد يعرف الحقيقة ديالو. هذيك السيدة منين جات وزيرة كان دولة مسعدة قطعت الغاز أولا الأنبوب الغاز اللي على المغرب، وهي اللي حددت لهم السرعة غسائل، وهذا خصنا أوماج لها هي أنه دخلتنا السوق الغاز العالمي، شيء اللي ما كناش فيه. صارتنا موارد، وجدتنا موارد من الغاز من دول أخرى. المغاربة ما حسوش بالنقص في الغاز، حتى شي محطة موقفات ديال الكهرباء موقفات. الغاز موجود ديال لابيوتان باغتو، واخا ماشي هو الغاز ديال لابيوتان، سي تري تكنيك. وزادت ديغنيغمون اخر ما كاين قبل ما تخرج ديك الصوره، لان شعله فيهم العافيه، لان هي العفريت دابا بحال القجع، هي القجع في الرياضه وهي في الطاقه. غادي تفتح محطة تنقيب أوفشور مقابل مع مدينة المغربية الناظور، واليسار وفي جانب دولة بوسعادة، وهذاك اللي شعل فيهم العافية أكثر. ونزيدك توقع اتفاقيات مع شركات عالمية للإنرجي غونوفلابل أو الطاقة النظيفة في الصحراء المغربية، ومنهم شركة ديال شركات أسترالية. ومن ديك الشركة الأسترالية كان خرج التنديد ديال دولة مسعدة والجزائر الجنوبية تتندد على هذيك الاتفاقيات، وكانت صفطات ميساج أو صفطات تنديد للشركات الأسترالية، وطلبت من أستراليا أنها لا توقع مع المغرب في صحرائه. إذن ماشي دير لهم السكر اكثر من القجع. هذه الوزيره عندنا هنا ديال الطاقه قراتهم مزيان، حيت انا ملي جيت تنبحث وتنفهم قلت انا صافي هذه وبالهم ما يديروا عليها، يقدروا يديروا فوتوشوب، يديروا كثار، ماشي غير هذه التصويره هذه. ولكن المستوى ديال هذه الدوله هذه ديال فيلاج اللفت، اللي كبر في فيلاج اللفت وكبر في بوسعاده وكبر في دور الرديلة، وانتم عارفين بؤر الدعارة وداكشي، لازم غادي يبقى يهضر معاك غير داكشي اللي فيه. حنا غادي نجيو وغنرد نهبطو شويه للمستوى ديالهم، وغادي نعاودو نردو عليهم في هذوك المواضيع ديالهم. سمع سيدي هذا الخبر ماشي حنا اللي كتبناه، كتباتو جريدة النهار اونلاين. نطالب بقانون يجرم الدعارة وسوق الجنس بين الكبار ورفع قيود الزواج في القانون الأسرة. الصينيون والأفارقة يتاجرون بشرف الجزائريات وسكيكدا قبل الأوروبيين للمتعة. سكيكدا احنا دابا بلاتي يبان لنا علاش عندهم هذاك اللي تيهضر معاك تيقول لك عندكم السياحة الجنسية وداكشي. هما السياحة الجنسية عندهم قديم من 1800 من 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 اكثر من 130 ولا 140 سنه، وعندهم فرنساويين والاتراك، ولا قبل من ملي كانوا الاتراك وما عندهم الدعاره والسياحه الجنسيه. ونزيد كاين واحد الخبر وهو علاش دابا دايرين الضوضاء على الوزيره باش يغطيو عليه الفضيحه الكبرى، وهي استنفار كبير يعيشه قصر المراديه بالخسائر بعد اكتشاف علاقه مشبوهه بين البنت الصغرى لعبد المجيد كدبون، وبين عبد المجيد كدبون هو ابو حجره راجل الزويره، وبين محمد بوعكاز المستشار الخاص لرئيس الجمهوريه. اذا كاينه
فضيحة أخلاقية بين المستشار الخاص لرئيس الجمهورية وبنت عبد المجيد كدبون. ولما دخلتوا السوق راسكم أيها الكراغلة ولاد فرانسيس ولا الخليط التركي الفرنسي، غنخرج لكم الفيديوهات ديال كرغولية تعترف بما يقع في دبي. ممساد ديالكم ماذا يفعلون في دبي ومن ما يبيع شرفهم منهم الشاب نانو. دونك إذا كترتوا معنا الهضرة غادي نزيدوا معكم دوغري آخر. دونك حاولوا تناقشوا معنا في المواضيع في المستوى. ومن هنا تنقولوا من هذا المنبر ديما عاش المغاربة، عاش الملك، الله الوطن الملك، وسير النجاح.